ترأس غبطة أبينا البطريرك لمبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك الرياضة الروحية السنوية لكهنة الإبرشية البطريركية، وذلك في الفترة من 11 وحتى 14 من أكتوبر الجاري بدار القديس استفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي. دارت موضوعات الرياضة الروحية حول حياة الشركة، حيث ألقى المحاضرات صاحب النيافة الأنبتومة حبيب مطران إبرشية سوهاج للأقباط الكاثوليك. الجدير بالذكر أن كهنة الإبرشية البطريركية الذين شاركوا بهذه الرياضة الروحية يمثلون المجموعة الأولى، على أن تكون الرياضة الروحية للمجموعة الثانية لكهنة الإبرشية في شهر نوفمبر المقبل بالإسكندرية.